السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الناس وحلقة جديدة من برنامج البيت. خلينا نبدأ بخبر عن وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتكون دايما حريصة ان هي تقدم وتدعم الست المصرية. امبارح اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انها هتقدم مشروعات لتنمية المرأة وهيستفيد بيها الستات والفتيات علشان يقدروا ان هم يحسنوا الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه ليهم، وده هيكون طبعا عن طريق الدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال تدريبهم على انشطه ومهارات انتاجيه هتساعدهم على رفع المستوى الاقتصادي للمراه، ده غير طبعا كمان تقديم مشروعات اقتصاديه صغيره ليها عائد اقتصادي في مجالات الانتاج المختلفه اللي بتتناسب مع ظروف المجتمعات الريفيه. وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط والأحكام علشان الست تقدر إن هي تحصل على مشروعات تنمية. الشروط إيه هي؟ كالتالي: أول حاجة لازم تكون الست أو البنت مقيمة في المنطقة اللي بيتنفذ فيها المشروع أو تكون مقيمة في منطقة محيطة بها وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية. تاني حاجة إن ما يقلش سنها عن 18 سنة وما يزيدش عن 50 سنة. ثالث حاجة إن هي تكون ملمة كويس جداً بالقراءة والكتابة أو بتاخد فصول محو الأمية. رابع حاجة معانا إن هي تكون عندها أو يكون عندها المكان المناسب اللي بتتوفر فيه الشروط الأساسية علشان تقدر تعمل المشروع اللي هي متقدمة ليه. آخر حاجة بقى إن هي تقدم ضمان تقبله لجان عشان تبت فيه المشروع علشان كمان يتم قبولها. معنا على التليفون الأستاذة نرمين أحمد منصور مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي علشان توضح لنا أكتر الشروط إيه هي. يعني أهلا بيك يا أستاذة نرمين. ألو ألو أستاذة نرمين. طيب عندنا مشكلة في التليفون، هنعاود الاتصال بالأستاذة نرمين. طيب يعني في أسئلة كتير جدا عن موضوع التضامن، لكن برضو معانا خبر مهم جدا اللي هو مناسبة بقى وزارة يعني التضامن. انتهت من فعاليات حملة تحت عنوان التربية مشاركة واللي انطلقت في يونيو الماضي، ده كان بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية. الحملة دي كانت بتهدف إلى تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال، وكمان أتاحت يعني أو أتاحت ليهم استشارات أسرية لأولياء الأمور خاصة اللي في بداية حياتهم الزوجية. وفرت كمان وزارة التضامن ليهم أنشطة عملية وأدوات بتوضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية، وتم توعية أكتر من 2 مليون سيدة بالتربية الإيجابية والتنشئة السوية للأطفال، ودي طبعا مجهودات عظيمة الحقيقة بتقوم بيها وزارة التضامن الاجتماعي لصالح الأسرة والبيت المصري. طيب نرجع بقى معانا دلوقتي أستاذة نرمين معانا على التليفون من وزارة التضامن الاجتماعي علشان نتكلم معاها عن الشروط اللازمة اللي الست مفروض تقدمها. أستاذة نرمين، أستاذة نرمين أحمد منصور مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أهلا بحضرتك معانا. ألو ألو، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني في البداية أستاذة نرمين عايزة حضرتك كده تكلمينا عن مشروعات التنمية اللي بيقدمها المجلس للستات الفترة دي. اولا احنا وزاره التضامن الاجتماعي عندنا اهتمام كبير جدا بالمراه المصريه لانها يعني محور اساسي من محاور الاسره المصريه، فبالتالي بيكون في اهتمام من خلال برامج الوزاره المختلفه سواء كانت حمايه او رعايه او تمكين او توعيه. فبالتالي بنركز جدا على محور التمكين الاقتصادي لانه بيمثل يعني محور هام جدا لتحسين اوضاع المراه سواء كانت الاجتماعيه او الاقتصاديه من خلال الدعم المالي والتدريب على انشطه مهارات الحياه الاساسيه. تمام. طيب احنا شفنا مجموعه شروط كده علشان اي ست ان هي تقدر تحصل على مشروعات التنمية، ازاي تم وضع الشروط دي وايه هي اصلا او اهم شرط لازم يكون عند الست؟ الشروط دي اتحطت من خلال اللجان المركزية لكل مشروع على حدة. من اهم الشروط دي ان المرأة او الفتاة المقيمة لازم تكون مقيمة في المنطقة اللي بيستفيد منها المشروع او المناطق المحيطة. احنا بنتكلم على حوالي 800 قرية من قرى الاولى بالرعاية سواء كانت قرية يعني قرية ام او قرى التوابع ليهم. تمام. فبالتالي بيستفيد منها اضعاف اضعاف العدد، لان لو ضفنا العدد الام يعني القرى التوابع للقرية الام فبنلاقي العدد كبير جدا.
بيكون كمان عمرها ما يقلش عن 18 سنة وما تزيدش 18 عن وما 50 يزيدش عن سنة. 50. نعم تمام. طيب احنا لاحظنا اهتمامكم الكبير جدا بقى بالمرأة الريفية، يعني بتقدموا ليهم ايه تاني من خدمات الفترة دي، وبشكل عام ايه هي الخدمات اللي بتقدموها عشان يتم تمكين المرأة اقتصاديا؟ سواء كانت بقى مشروعات تنمية مرأة ريفية، احنا بنهتم جدا بمشروعات تنمية المرأة الريفية على الوجه الأخص، لأنها مشروعات بتفيد الأسرة وإنها بتكون بتقدم يعني دعم، يعني دعم للأسرة المصرية من تمام. خلال إن احنا بنعمل لها مشروعات من خلال تمويل مادي ليها. بيبدأ التمويل من 1000 جنيه لغاية 10,000 جنيه لأي جميل. أسرة، اللي بيكون بس من ضمن الحاجات الأساسية جدا إنها بتقدم جدية إنها تحصل على المشروع ده، بمعنى إنها يكون عندها مكان يعني مستقر لإقامة المشروع، تمام. وإن يكون عندها تدفع جدية للمشروع دوت من خلال مساهمة ليها لا تتعدى 10% من قيمة المشروع دوت. المشروع كله بالظبط. كمان الأقساط بتكون على 24 شهر بدون أي فوائد تاني، هي بس بتدفع 7% قيمة مصاريف الدكتور إن شاء الله. طيب تمام. أستاذة نرمين، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك، وبستأذنكم بقى مشاهدينا الكرام، هنخرج لفاصل ونرجع تاني علشان بقى نستقبل ضيفنا ونتكلم في الفقرة الرئيسية المهمة جدا. ان احنا النهارده هنتناقش عن موضوع مهم خاص بصحتنا وعاداتنا الغذائية. ناس كتير مننا بتكون حريصة ان هي يعني بتاكل اكل صحي معين، بيقعد بيحسبه في حاجات كده معينة. مهم، في عادات كتير في حياتنا من العادات الغذائية صح، وعادات كتير كمان غلط. نعرف ايه هي العادات الصح ونعرف ايه هي العادات الغلط عشان نقدر ان احنا نصححها وان احنا نعيش بصحة كده ويبقى عندنا أسلوب للغذاء يكون سليم. استنونا راجعين تاني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، هنناقش بقى دلوقتي موضوع مهم جدا خاص بصحتنا وعاداتنا الغذائية. ناس كتير مننا بتكون حريصة ان هي تاكل اكل صحي معين، ويقعدوا يحسبوا في السعرات الحرارية في كل وجبة قبل ما ياكلوها، ونلاقي ميزان ولازم نحسب وكده. وناس تانية كتير مش فارق معاها، هم بياكلوا كده من غير ما ياخدوا بالهم اذا كان ده اصلا صحي ولا لا. ده طبعا بيأثر بالسلب على صحتهم ووزنهم. بس في حاجة تانية بقى مهمة ليها علاقة بزيادة الوزن، وهي هرمونات الجسم. هل الهرمونات دي بتأثر على زيادة الوزن ونقصانه ولا لأ؟ لأن في ناس تزعل تلاقيها بتخس، ناس تانية تزعل تلاقيهم بيأكلوا كتير جدا وزنهم بيزيد، في ناس بتاكل كتير ومش بتتخن، والعكس طبعا صحيح، ناس بتاكل أكل قليل ونلاقي وزنهم زايد. فهل كل ده ليه علاقة بالهرمونات؟ الهرمونات هنا ليها عامل أو تأثير في الموضوع ده؟ في ناس بتتأثر بالأحداث اللي بتحصل يعني حواليها، هل بيبقى العامل النفسي ليه تأثير كمان في زيادة الوزن أو برضو العكس؟ كل ده هنناقشه النهاردة في حلقتنا، وهنعرف إيه هي أهم العادات الغذائية السليمة اللي لازم إن احنا نحافظ عليها في حياتنا. بس طبعا اسمحوا لي في البداية إن أنا أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور. مروه مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. يعني اما تيجي بقى ايه نتكلم، عارف، على الستات، فتلاقي في كل حاجه داخل فيها الهرمونات، نزعل هرمونات، نتضايق هرمونات، نخس هرمونات، نتخن هرمونات. ففكره الهرمونات دي فعلا ليها علاقه باجسامنا، بصحتنا، بعاداتنا في الغذاء. مظبوط، ليها علاقه مباشره وعلاقه غير مباشره. وزي ما حضرتك تفضلت برضو الوضع النفسي ليه علاقه مباشره وغير مباشره، لدرجه ان في شابتر كبير قوي اسمه السايكوسوماتيك ديسوردرز، يعني الامراض الجسمانيه اللي سببها نفسي. تلاقي حد بيشتكي من حاجه وفي الاخر الدكتور يقول له نفسي. مش نفسي. واسامي امراض مرتبطه كمان بالنفسيه، يعني بقول لك قولون عصبي مرتبط بالنفسيه. لما يقول لك ده عنده توتر مرتبط، ده مش عارف ينام، الانسومنيا مرتبط بالنفسيه، ده عنده ارق مرتبط بالنفسيه. فعل. حتى الناس اللي بيجي لها برد كل شويه ويقعد يتقال لها ان انت عندك مناعتك ضعيفه، كلمه مناعتك ضعيفه كلمه كبيره جدا. لا، هو مناعته مش ضعيفه، هو مش محتاج ياخد علاج، هو محتاج يغير جو. وهنشرح دلوقتي ايه علاقه النفسيه بالهرمونات، بالسمنه، بتساقط الشعر في الستات،
وعلاقه مباشره وبنقعد ناخد ادويه كتيره وحاجات كتيره جديده فعلا صح. والحاجه سهله جدا يعني التوتر على سبيل المثال بيخلي الوزن بما ان احنا بنتكلم على الوزن بيفلكتويت طالع نازل انا النهارده خسيت بكره تخنت خسيت تخنت خسيت تخنت وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان في هرمونين كبار جدا هرمون اسمه الادرينالين اللي بيخليني احرق ويرفع حرقي فخس شويه لك ده زعلان وما بياكلش وخاسس ابن عمه الكورتيزون يروح عالي شويه يحبس لي ميه في جسمي وملح فتخن فالحركه بتاعه التخن والرفع دي بسبب الهرمونات تاثر على هرمون الذكوره بتاع الراجل فبتخلي عنده مشاكل عشان فيه هرمون الذكوره تخلي دوره الشعر بتاعه الست اللي هي المفروض شعرها يطول لدرجه معينه فجاه يا دكتور شعر مش بيطول او بيقع من طوله عشان في ثلاث مراحل للشعر الثلاث مراحل دول المفروض اقل وقت ليهم ثلاث سنين وثلاث شهور وثلاث اسابيع ممكن يتاخدوا كلهم في سنه واحده. جميل. طب انا يعني حابه بس انوه كمان مشاهدينا الكرام يعني الارقام اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه تقدروا طبعا تتواصلوا معانا لو في اي سؤال حابين تسالوه للدكتور عماد لان فعلا الموضوع النهارده مهم جدا يعني هرمونات ودايت وتخن وتخسيس فموضوع كبير. نفس القولون العصبي ممكن تلاقي واحد يقول لك انا عندي قولون عصبي وبيجي لي اسهال معاه، واحد تاني عندي قولون عصبي وعندي امساك. اكوردنج للي بيحصل على حسب اللي بيحصل هو قولوني ممسك ومتشنك كده ولا متشنك كده؟ ولا متشنك كده تلاقيه بيدخل الحمام كتير، لا متشنك كده مش هيدخل الحمام اصلا. وكله مربوط بالنفسيه، واحد يقول لك انا اكلت فول وعادي جدا بس لما اكلته من يومين ما كانش عادي، اصل كان بيتخانق او كان زعلان او كان موده وحش. فلعبه الهرمونات حتى في الاكل تلاقي اكل بيتقال عليه دايت. ومش هقول بيتقال عليه دايت يعني سعراته قليله قليله جدا ولكنه يثير الانسولين هرمون الانسولين اسم الدلع بتاعه الهرمون المخزن للدهون يخزن لي دهون ويحبس لي ميه وملح انت ما بتاخديش سعرات بس بتاخدي في اكلك حاجه تثير الكورتيزون بتاعك واحد تاني بيعمل العكس سهران طول الليل ونايم طول النهار والاسم بيعمل دايت فتلاقي الجروث هرمون بتاعه قليل اهو الجروث هرمون ده كان هيعلي لك الحرق مش موجود فانت بقيت تاكل احيانا اكل صحي وما بتشوفش منه نتيجه ممكن تشوف العكس ممكن كمان تاكلي اكل قليل الدهن جدا وتتخني او كمان ممكن تاكلي بالزيوت وتسيبي السمنه وتسيبي الزبده وتتخني ومش بس تتخني ده يجيلك كوليسترول ويجيلك سكر ويجيلك خشونه وانت بتحط زيت انت مفتكره انه صحي وانه خفيف زيت زيتون بقى وحط على السلطه وكده زيت الزيتون كويس انما معظم الناس او الفكر اللي قعد فتره طويله معشش في دماغ الناس اللي هو زيت الذره وزيت عباد الشمس ان ده صحي واخف من السمنه واخف حتى تلاقي اعلانات تطلع كده يقول لك خالي من الكوليسترول هو اعلان ومش اعلان يعني بمعنى ايه يعني عمر ما كان الكوليسترول مصدره نبات أصلاً. فبالتالي لما اقول زيت ذره ولا عباد شمس ولا ما فيهوش كوليسترول ما هو طبيعي ما فيهوش كوليسترول انت لم تضف جديد الكوليسترول مصدره حيواني ودي بتبقى عيب فيك انك ما بتوفرليش الكوليسترول المهم لان الكوليسترول في اهميته اعلى بكتير من اي منتج في الاكل دايما دايما يا استاذه مروه احنا بنشيل الحاجه اللي ليها فاليو عندنا يعني الحاجه القيمه عندك بالزبط. تشيليها والحاجه اللي ملهاش قيمه تحاولي تتخلصي منها ده اللي بيحصل في اجسامنا بالظبط لما بتلاقي جسمك شايل 40,000 سعر من الدهون و2000 سعر بس من السكريات والنشويات اذا الحاجه اللي ليها فاليو هي الدهون والكوليسترول والدهون الصحيه الحاجه اللي ملهاش فاليو بيتخلص منها بسرعه في ناس بتفهم ده غلط والترجمه غلط تقول لك طالما بتخلص منه بسرعه يبقى انا بحبه لا ما ينفعش احبه واتخلص منه احبه احتفظ بيه هو يا دكتور والله ربنا سبحانه وتعالى انا دايما ماشيه بمبدا ايه ربنا مش بيخلق حاجه وحشه صح. او مش مفيده لجسمنا كل صح. حاجه مفيده بس هي الفكره ان انا انظم ده ازاي بما يناسب جسمي او هو محتاج بالزبط. ايه بالزبط. بالزبط عشان كده كان في حلقه مع حضرتك كنا قلنا بلاش نعدل على ربنا وان كان صح. الكلمه اللي احنا قلناها فيها مجاز لكن في ناس اللي تقول لك كل البياض بس من غير صفار ده بيحاول يعدل ما كانش ربنا خلقه مش ربنا خلقه كده بيقول لك اوعي تاكلي لبن كامل الدسم لا انا ممكن اقول لك ما تاخديش لبن خالص عشان بيعمل لي مشاكل صحيه انما مش هاجي اقول لك ما تاخديش واحنا مش عارفين ليه فاحنا عايزين ناخد كل حاجه زي ما ربنا خدها وزي ما ربنا خلقها بس بحرص جميل طب احنا معانا تليفون استاذه سميحه من الغربيه اهلا بيكي اهلا بيكي حبيبتي اهلا بحضرتك اتفضلي ممكن تسمعينا بس من التليفون بس طيب ماشي يا حبيبتي ماشي اتفضلي انا عندي بنتي عندها 42 سنه جميل. بتخس على طول
وشعرها ده بينزل لوحده. رغم انها بتاكل اكل كويس. تمام. السؤال حضرتك بنتها ما بتاكلش بس بتتخن. ما بتاكلش بس بتتخن. خلاص. هي متجوزه؟ لا هي ارمله. ارمله. طيب جميل ماشي حاضر، هنرد على حضرتك حالا. شكرا لحضرتك. السؤال ده بيأكد اللي احنا قلناه من شويه، لو باكل اكل صحي زي مامتها بتقول، ولكن ممكن يكون في جلدها مشاكل وفي شعرها مشاكل وبيجي لها مشاكل تانية. كل خليه، كل الناس اللي سامعيني واحنا بناخد في العلوم، كل ام بتذاكر لابنها ساينس او بتذاكر له علوم، بتلاقي كل خليه ليها جدار خليه. جميل. السيل ممبرين. هذا السيل ممبرين بتاع كل خليه شعر وجلد وكبد، كل خليه بتتكون من فوسفوليبيد بروتين باي لاير، يعني دهون صحية. أيوة. وبروتين. إذا الدهون دي اللي جوه السيل ممبرين ده ما بقتش صحية، يعني بطلت زيت الزيتون وبطلت السمنة وبطلت القشطة وبطلت وبيتاخد زيت ذرة وزيت عباد الشمس باعتباره أنه صحي، فأصبح السيل ممبرين هنا الدهون اللي فيه غير صحية، وبالتالي تسمح بمرور أشياء مش المفروض تدخل، وتسمح بمرور أشياء مش المفروض تخرج. فلو الكالسيوم دخل جوه يجيب لي خشونة وأنا رفيعة وباكل صحي، ولو الانسولين ما دخلش يجي لي سكر وانا رفيعه وباكل صحي. يبقى العمليه مش لعبه كم سعر برضو، هي اللعبه لعبه انا باكل صح ولا باكلش صح. ولا ما باكلش صح. طب احنا هناخد تليفون عشان برضو نرد لسه برضو على استاذه سميحه. استاذه رشا من القاهره، اهلا بيكي يا استاذه. اهلا بيكم. معلش انا كنت عايزه اسال الدكتور بس بما انه بيتكلم عن الهرمونات ويعني الموضوع ده، انا لما بزعل باكل كتير فبتخن، فهل ده له علاقه او انا ازاي اقدر ان انا اتحكم في الوضع ده، لان ده مسبب لي مشاكل يعني. ما تزعليش بس يعني ربنا يبعد عنك الزعل يا رب. بنحاول بس يعني امر واقع، انا بيحصل معايا كده، اتصرف ازاي؟ خلاص حاضر، هنرد على سؤالك. ميرسي لحضرتك. شكرا. الاول استاذه سميحه، يعني بنتها بتتكلم على فكره ان 42 سنه أرملة، ممكن يكون في الموضوع نفسي شوية؟ جزء منه بس 42 مش هنقول عليها كبيرة. مش كبيرة لا. هي صغيرة برضو، مش هنحطها في واحدة عندها انقطاع طمس والاستروجين قل لا مش هنحطها في الكاتيجوري ده خالص. تمام. احنا هنحطها حد بيعمل دايت وبيعمل دايت كتير، وغالبا الثقافة العامة بتاعتنا ان الصحة بان انا ما اكلش اللي ربنا خلقه. الصحة ان انا ابعد عنه واكل المصنع. الترند انك تاكلي أكل مغلف ومعلب ومصنع عشان ده سعراته قليلة. المفروض يبقى الترند بجد إن أنا أكل الأكل اللي خلقه ربنا بالقدر اللي خدم عليا. الشعراية دي ليها خلية، ليها سيل ممبرين، فبالتالي لو أنا أكلي مش جيد كل السيل ممبرين ده هيبقى فيه ديفكت، هيبقى فيه مشكلة. صح. عشان كده لازم ناكل كويس. بالزبط. ولازم كمان نحدد المشكلة، ما ممكن تبقى مشكلة طبية محتاجة الدكتور يبص على شعرها ويديها علاج. جميل. يس. طبعا هستأذن حضرتك واستأذن مشاهدينا الكرام، يعني هنكمل إجابات الأسئلة ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، هناخد بقى مكالمتين تليفون بعد كده هنرد على كل الأسئلة مع الدكتور. معانا وفاء من الفيوم. ألو. أيوة معاك. عليكم السلام، ازيك يا استاذه وفاء؟ بخير الحمد لله. اتفضلي سؤالك. كنت عايزه اسال عن نظام رجيم بعد الولاده. بعد الايه؟ بعد الولاده. تمام. انا دلوقتي برضع ويدوب بقى لي 43 يوم. 43 يوم. الولادة. تمام ماشي حاضر، هنرد على سؤالك من عنينا. معانا امنيه من المنيا. الو يا امنيه. الو امنيه معانا ولا خلاص هنجرب مره تانية؟ طيب نرد بقى على سؤال رشا من القاهره، فكره الهرمونات ان هي ما بتزعل الزعل بقى. خد بالك احنا ايه يعني دلوقتي في فتره يعني بصراحه لا مثيل لها من الحزن والضيق، فممكن تلاقي الفتره دي غصبا عن اي حد كده بيعمل تصرفات غلط في عاداته الغذائيه وكده. فلو حضرتك برضو ترد على سؤالها، وعامه بقى نعمل ايه في ان احنا ازاي نتجاوز فكره الحاله النفسيه دي ان هي ما تاثرش علينا وبرضو نفضل مكملين في عاداتنا الغذائيه السليمه. تمام. ببساطه احنا البني ادمين نوعين. في نوع لما يكتئب ويتضايق نفسه بتتسد فعلا، الاكل بالنسبه له ملهوش طعم، مش عايز ياكل.
لدرجه ان في ناس بتكتئب، في ناس بتتحايل عليها تقول لها كلي عشان خاطري كلي. وفي العكس، في واحده بتتضايق تفتح الثلاجه، واحده عندها بيريود تفتح الثلاجه، واحده تتخانق مع مديرها تفتح الثلاجه. يبقى احنا كلنا مش شبه بعض، لكن صحيح. بنقول المحرك الرئيسي في انك بتفتحي الثلاجه حاجتين. اولا الكورتيزون بيعلى جدا، الكورتيزون ده لما بيعلى بيفتح شهيتك، هو فاتح شهيه هيخليكي عايزه تاكلي. كمان لما بتاكلي كل شويه بفعل الكورتيزون، الجيورين طول الوقت اللي المفروض بيطلع مع الجوع مش هيطلع، لان انا باكل طول الوقت، وده احد هرمونات السعاده، فانت مش حاسه بلحظه السعاده، عشان كده طول الوقت هتكتئبي فتاكلي. كمان بعض السيدات بيحسوا باحساس منعش بعد ما بياكلوا، احساس زائف بالسعاده، عشان كده تلاقي وقت البيرد ست عايز تاكل حاجه مسكره، شوكولاتات، معجنات، حلويات، ده بيرفع السيروتونين لحظي، بيرفعه لحظي، فبتحس انك كويسه. بس مجرد ما انت بقيتي كويسه وانسولينك عالي وسكرك عالي، الانسولين اللي عالي ده بيلملم كل السكر اللي كلتيه واللي موجود في دمك، فيجي لك احساس ميكس ما بين هبوط في السكر وما بين زعل سببه ما راحش، فتاكلي مسكر تاني، فتتخني، فتتوزني، فتتضايقي، فتاكلي تاني، وتقعدي تدخلي في دايليما مش هتوقفيها، ما بين زعل واكل وتخن، زعل اكل تخن، الدايره دي مش هتخلص. صح. حلها ببساطه ان انت ما تتوجهيش توجه غلط. انا متضايقه، شوفي المشكله اللي ضايقتك وحليها، زي ما حضرتك قلتي من شويه كده، ما تزعليش. مش هقدر نقول لحد ما فيش زرار هندوس عليه، بس شوفي اللي مزعلك وتجنبيه، عالجي المشكله. الحل دايما مش في الاكل، الحل دايما في انك تحلي السبب، لان طول ما السبب موجود وانت متعوده تحليها بالاكل وما بتتحلش، هتفضلي تاكلي وتتخني وتكتئبي، ومش هنخلص من القصه. صح، دايره مغلقه، دايرة مش هنعرف مغلقة. نخلص منها. بالزبط. طيب سريعا برضو كده، في وفاء من الفيوم بتتكلم على يعني الدايت اللي ما بعد الولاده بقى. احنا يهمنا بعد الولاده مش ان احنا نعمل دايت مباشر. اولا احنا متفقين طول الوقت ان الدايت كلمه هدفها نظام غذائي مش حرمان غذائي. احنا يهمنا دلوقتي واحنا بندي نظام غذائي لست بترضع ان اللبن ما يتاثرش. فقبل ما نقول لها هتعمل ايه، هنقول لها اكتر حاجتين يزودوا اللبن. الحاجه الاولانيه انك تشربي ميه كتيره جدا جدا جدا، تساوي وزنك مضروب في 30 على الاقل. كل ما بتشربي ميه كل ما كميه اللبن هتزيد. يعني ما تاكلش بقى حلاوه ومغات والحاجات اللي هي تتخن دي ومفيش فايده ده فيها. يعني ممكن المغات عشان فيها حلبه بتزود شويه بس بتتخن. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين اكتر حاجتين يزودوا اللبن ان انا اشرب ميه. بعض الناس يقول لك اشربي سوائل كتير. السوائل بالنسبه لهم اعشاب، الاعشاب مضره للبول، هتنزل جميل. الميه فاللبن يقل. على عكس ما احنا متخيلين. بطنك بتوجعك اشربي، عايزه حاجه اشربي. البيبي كمان ممكن اعالجه عن طريق الام. البيبي ممسك، لا نسال الام انت ممسكه ولا لا، ونعالج امساكها فهو يخف. صحيح. يبقى نمره واحد ميه. رقم اتنين الامهات خصوصا اللي مش ذوي الخبره، اللي هي الاول بيبي تجيبه، اول بيبي بالنسبه لها. صح. لازم ابني يخلص الثدي وهو بيرضع، ما ينفعش ياخد منه شويه ويسيبه او انقله الناحيه الثانيه، لازم تمام. يخلص الثدي كامل، لان لما الثدي بيبقى زيرو لبن بيبعت اشاره للغدد اللبنيه عايز بديل، عايز تاني. فيملى. لما بنسيب نصه او ربعه الاشاره ما بتطلعش فمش هيملى تاني. يبقى هما دول اكتر حاجتين يهموني، واول نصيحه بكتبها على الورقه كده، ميه كتير الثدي يفضى، بعد كده ناكل اكل متوازن يحتمي على كامل العناصر الغذائيه بدون منع، بغض النظر نزولك هيبقى سريع ولا بطيء، لان انا عندي تارجت، عندي تارجت البيبي ما يتاثرش بالرضاعه. صحيح. رقم اتنين كل الامهات اللي سامعاني تولد تبطل الفيتامينات، لا حضرتك تفضلي مكمله على فيتاميناتك 6 شهور كمان على الاقل. قبل الزياده والتجديد على حسب حالتك وحاله البيبي. حاله شعرك وحاله جلدك. لازم ناكل النشويات، مفيش حاجه اسمها منع، لازم تاكلي البروتين، مفيش حاجه اسمها، لازم تاكلي دهون، مفيش حاجه اسمها منع. الناس كمان اللي بيتخضوا على شعرهم وجلدهم يقول لك انا بعد ما ولدت شعري واقع وكان الولاده السبب، لا، هو اللي بيحصل اثناء الحمل، هرمونات الحمل بتحسن جدا الشعر، لما بتولدي الهرمونات دي مشيت فشعرك رجع لطبيعته اللي كانت. فانت متخيله ان حصل؟ لا خالص، انت من الاول شعرك كان كده، ربنا اداكي 9 شهور شعرك بقى فيهم كويس، فانت تهيأ لك ان هو ده شعري فرجع لطبيعته. عشان كده بيقول الفيتامينز اللي بتاخديها من اول الحمل تفضلي مكمله معاها مع الدكتور بتاعك. جميل. السلطه والخضار وكل المنتجات
لازم تتاكل. ابعدي بقى عن كل الاكل اللي ممكن ياثر على البيبي، يعني الشاي الاخضر اللي كل الستات هتقول لك ده طبيعي وانا برضع وهشربه، اكتر من 3 4 كوبايات يزود ضربات قلب البيبي لانه هيطلع في اللبن، هيعمل له ستانتد جروس، البيبي مش هيكبر. اما لا تاكلي وتروحي توزني وترضعي والدكتور الاطفال يقول لك مش بيكبر. فيهمنا الاكل يكون متوازن ما فيهوش اسراف، والمشاريب اللي بشربها بشربها بقدر قليل بقدر. وكمان الميه بتساعد على حرق الدهون وفي نفس الوقت بتضر اللبن، يعني هي هتستفيد بالظبط. دكتور احنا يعني الحلقه دي مهمتها ان احنا نركز جدا على العادات الغذائيه الصحيحه والسليمه عشان طبعا جسمنا يستفيد. الحقيقه ان احنا نزلنا الشارع قلنا بقى نسال الناس عاداتك الغذائيه اللي انت يعني مستمر فيها او بتعملها ايه. طب هل انت كنت متبع عاده غذائيه غلط وعدلتها او صلحتها؟ هنعرف بقى يعني نشوف مع حضرتك التقرير ده ونرجع تاني لحضرتك. وطبعا في عادات كتير غذائيه ممكن تاثر على حياه اي حد، تمام. وطبعا من العادات ديت في منها كذا حاجه، طبعا في حاجات كتير جدا، من ضمنها انا اتكلم مثلا عن نفسي، لو مثلا ممكن الوجبه اللي هي بتاعه العشاء لو كلتها ونمت. وجود المخللات كحاجه اساسيه جنب الوجبات الرئيسيه. كنت باكل مشويات كتير قوي بالليل وسكريات شوكولاتات. اني مثلا اكل قبل ما انام حاجه بسيطه بيعمل مثلا تعب لما بقوم. الشطه، السكر كان يعني ده اكبر حاجه غلط في الحياه. ان انا كنت مثلا باكل اكل فيه مواد حافظه كتير. بس اكتر حاجه اذتني الدهون في اللحوم وفي الدواجن واللحوم البيضاء، يعني سكريات كتير طبعا بيسبب زياده الوزن. الموالح طبعا، انت عارف ان الصودا بتعمل مشاكل في العظم وكده وفي المعده برضو. اتغلبت على ده ازاي؟ بفتره طويله طبعا، بقيت اقلل الكميه اللي بستخدمها، بقيت بعرف البس اللي انا عاوزاه. والله انا اتغلبت عليها تدريجيا، يعني ما منعتش مره واحده، لان صعب برضه تكون متعود على حاجه سنين من عمرك وكده انك تمنعها مره واحده. انا اراده بس، هي كل الحكايه اراده بس، ما فيش اي حاجه. بس بعد ما بطلتها لا كل حاجه بقت تمام، كل حاجه بقت كويسه، باكل اكل صح يعني. طبعا بقت افضل بكتير يعني، الحمد لله. كلت ونمت، يعني دي اكتر حاجه سمعناها. السكريات، النشويات، الصودا، المخللات، الدهون، يعني كل الحاجات دي بقى ايه، كلهم شاطرين وكلهم اجابتهم كويسه، حلو جدا. وخصوصا ان كلهم اجمعوا ان هم بيعملوا حاجات هي فعلا غلط. انا مش هاخد قيمه غذائيه من المخللات، مش هاخد قيمه غذائيه من المشروبات الغازيه بالظبط. انا موالح هاكل وانام، لا انا هدي فرصه لمعدتي تهضم الاكل. يعني كل اللي قالوه كلام ممتاز جدا، وليه عله وليه تفسير. ما ينفعش انا هاكل مخلل هيحبس لي ميه في جسمي فهتنفخ، وخصوصا الستات بنقول لهم كفايه عليكم التنفيخه بتاعه كل شهر بتاعه البيريود، مش هيبقى كمان البيريود والزعل هينفخني وكمان المخللات والحوادث. احنا بيبقى نفسنا في حته مخلل كده في الاكل، ممنوع يعني. هي دي، شوفي حضرتك قلتي نفسي. نفسي الشخص الجعان يقول انا جعان، انما لو قال انا جعان كذا هذه رغبه مش جايه من المعده، دي جايه من المخ. وفي حد شاطر جدا قال الاراده هي دي. صح. انت الشخص اللي بيطلب شيء بعينه هو نفسه فيه. فاذا نفسك فيه وهو مش عامل لك ازمه، يعني لو واحد بيخلل المخلل بخل ومن غير ما يحط له ملح ممكن تاكله، انما احنا هنا بنعمل ايه؟ لو هجيب زيتونه مثلا، انا الناس بتغلي الزيتون فبتطلع كل قيمته الغذائيه في ميه الغليه. بعد كده بتاخده تنقعه في ميه وملح، تيجي انت تاكليه انت بتاكلي ملح، انت ما خدتيش حاجه من ال. انما لما تيجي تبصي على اخواتنا الفلسطينيين او السوريين بيجيبوا الزيتون ويخللوه في زيت الزيتون نفسه. من غير ملح ومن غير ما بيغلوه ومن غير، بس بينقعوه في الميه عشان مرارته تروح. فانت بتاكلي الزيتونه زي ما خلقها ربنا في زيت زيتون فعلا. فانت بتاخدي قيمه غذائيه. ففي فرق بين القيمه الغذائيه وان انا اكل ملح. مش معنى كده ان احنا بنقول لهم محدش ياكل ملح، لا الملح ضروري عشان اليود بتاعنا والمغنيسيوم اللي فيه وضربات قلبي. احنا بس مش عايزين نمنع يعني yes. ايه ممكن يبقى فيه مخلل قدامي، وزي ما انت قلت كده اصل الممنوع مرغوب. صح. انا نفسي في حته المخلل دي اعمل ايه طيب عشان برضو ما تاثرش على جسمي وابقى في نفس الوقت خدتها. نقول ايه لو واحد عادي؟ انا مش همنعك من حاجه. تمام. يعني لما يبقى واحد عنده ضغط مثلا
ما ينفعش اقول له كل الحته دي بتاثر صح؟ اسم انت مريض، واحد عنده سكر، انت مريض لما تيجي تاكل سكريات. انما شخص عادي وكل حاجه اتس اوكي، ولكن انت في الاخر بتاكلها ليه؟ دايما لما بناكل الحاجه لازم ناكلها لسبب، انا هاكل ده عشان قيمته الغذائيه ده. صحيح. انما احنا هنا كلنا بناكل عشان نفسي فيه. وفي ناس بتاكل عشان تجرب، يعني ممكن اكله ما يعرفهاش بس هياكلها يلا نجربها، دي اكله جديده فعايزه اجربها. النفس اماره بالسوق يا دكتور. للاسف. فعلا. طيب انا استاذن حضرتك واستاذن مشاهدينا الكرام، يعني نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وحابة ان انا انوه لان دلوقتي ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، اللي حابب يسالنا في اي سؤال طبعا ينورنا ويتفضل بسؤاله. هرجع تاني لحاجه كده حضرتك قلتها وكنا بنتكلم عليها، فكره الحاله النفسيه، لان ده برضو سؤال مهم جدا، ان احنا ازاي نتحكم في مشاعرنا، ازاي نبسط نفسنا، ازاي لو احنا زعلانين احنا اللي يعني نتحكم في زعلنا ده، مش هو اللي يتحكم فينا، ما نضطرش ان احنا ناخد ادويه، ما نضطرش ان احنا ناكل اكل غير صحي بعادات غلط لمجرد ان احنا نفسيا متضايقين وتعبانين، فازاي نبسط نفسنا؟ تخيلي ده ربنا حطه فينا. ازاي؟ يعني ال- 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 يعني هقولها لك ازاي، اللي يمشي باعتدال في حياته وفي شغله ويقدم خدمة للمواطنين في شغله، أو لما بيلعب رياضة يلعبها بضمير، أو لما يشتغل بضمير، يعني وهحكي لك دلوقتي إزاي واحد يبقى فعلا واحد قيم وسليم في كل تصرفاته. هتلاقيه مبتسم، يعني لما الدنيا تضلم عمل اللي عليه هتلاقيه مبتسم. تمام. يعني الدنيا لما بتضلم الميلاتونين بيعلى وبيقول لك يلا قوم نام، وده هرمون سعادة، لو سمعت كلامه ونمت بالليل اول ما ضلمت ادي اول درجه من درجات السعاده. جميل. الفجر لما بيأذن والمؤذن يقول لنا الصلاه خير من النوم، او حتى الناس اللي ما بتقدرش تصلي الفجر يا جماعه وتصحى بدري، بس تصحى بدري. صح. اللي بيصحينا الكورتيزون بيقول لك حي على الفلاح. ده هرمون سعاده، اذا سمعت كلام الكورتيزون وطلعت وصحيت ولبست ونزلت انت سعيد. قبل وانت بتلبس هدومك وبتاخد شاورك الصبح وسمعت كلام الميلاتونين بالليل والكورتيزون الصبح اللي صحاك، بتلاقي المعده بتنادي عليك وتقول لك انا جعانه، صاحي من النوم جعان. هرمون الجيورين ده هرمون سعاده، نفس كلامه بس اوعى تملاها قوي، لانك لو مليتها قوي الجيورين هيبقى صفر فتكتئب شويه، وخصوصا لو عامل دايت. فكل القدر اللي يشبعك بس ما يملاش معدتك. تمام. وانت خارج من بيت شقتك او بيتك ورايح شغلك طبطب على اولادك وحضنهم، ادي بوسة لمراتك، طبطب على اي حد، بوس ايد مامتك وانزل، الاوكسيتوزين هيعلى جدا، هرمون سعادة. وانت ماشي في السكة راكب المترو ولا راكب عربيتك ولا راكب مواصلات، بتلاقي الاكل اللي انت كلته اتهضم وطلع منه التريبتوفان اللي راح على المعدة وعلى المخ وطلع منه السيروتونين، بقيت مبسوط وبتقول وجسمك بيقول انا رايح اشتغل، ادي الناس اللي اتعلمته لو انا مدرس او دكتور في الجامعة، ادي المرضى اللي اتعلمته لو انا دكتور، ادي الولاد اللي في النادي التمارين اللي اتعلمتها لو انا مدرب، اي حد رايح شغله الهرمون ده بيطلب منه انه يؤديه على قدر من الحكمة. وانا شغال بقى واقف وبشتغل وبدي والناس بتدعيلي عشان عملت شغلي سواء كان دكتور او مهندس، بتلاقي الدوبامين بيطلع، المكافئات، الراحة النفسية. خلصت شغلك بقى وراجعة اخر اليوم، ظهرك وجعك من قعدتك من تمرينك من شغلك، الاندورفين بيعلى، مسكن مخدر للألم، تمشي ولا كأنك اتوجعت، تروح بيتك تنام تاني بالميلاتونين وتصحى تاني بالكورتيزون. يعني إذا عملت الدورة الربانية. صح. هرمونات سعادة لا تقدر بملايين. حلو. زود عليهم بقى اتشمس، نام كويس، فيتامين دال، خد فيتامين دال، خاف بقى من أدوية الاكتئاب، خاف من الناس اللي بيحملوا عليك الحاجات الباسيف والحاجات السلبية واللي طول الوقت مالين يشيلوك هموم مش بتاعتك، ومن كميات القهوة الكبيرة اللي الناس بتشربها. إذا عملت الطريقة الربانية وحبيت اللي المفروض تحبه وخفت ان المفروض تخاف منه، انت في قمة السعادة. جميل. انت مش محتاج حتى الدكتور نفسي. نظبط الساعة البيولوجية بتاعت الجسم، نعتدل في كل حاجة في حياتنا. بس المشكلة دكتور في حاجات كتير خارجية جدا. صح.
هتأثر عليك نفسيا. يعني احنا كفايه المناظر اللي احنا بنشوفها والمشاهد اللي بنشوفها من الاحداث طبعا المؤسفه اللي بتحصل لاهالينا في فلسطين وغزه. انت كفايه الحاجات دي بتشوفها بتتعب وانت ماشي في الشارع. المواقف كتير في حياتنا ضغوطات. احنا هنتكلم بقى في الواقع شويه. احنا محتاجين كبسولات من حضرتك ناخدها تدينا سعاده بس الحمد لله ان ده مش على طول. ما هو طبعا يعني حتى المنغصات دي لو هتيجي تشوفي قصادها هتلاقي مبهجات كثيره جدا يا رب. بس في ناس بتحب تنكد على نفسها. هي دي الفكره اكيد. معانا حبيبه من المنوفيه. اهلا بيكي يا حبيبه اتفضلي. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ طبعا اتفضلي. انا دلوقتي عندي مشكله. انا باكل كميات اكل قليله جدا وباكل سلطه وبشرب ميه وكل حاجه ولكن جسمي بيزيد بشكل مش حلو وبيزيد اكتر في الارداف. يعني بتاكلي صح بس جسمك بيزيد كمان. بزيد يعني فبزهق بقى حتى مهما اعمل دايت او حاجه فبزهق وبرجع اكل تاني اللي هو انا مهما باكل قليل برضو جسمي بيزيد وشكله مش بيبقى حلو. مش عارفه اعمل ايه بصراحه. المشكله دي بعاني منها بقالي كتير. حاضر يا حبيبه حاضر هنرد على سؤالك. شكرا اتفضل. اجابه سؤال الاستاذه احنا كنا بنتكلم في الفاصل من شويه بنقول في اخطاء كثيره جدا في في الانظمه الغذائيه. اكبر خطأين انا بشوفهم اخطاء ان احنا بندي ودننا لغير متخصص. يعني دايما ولما تيجي السمنه مرض والنحافه مرض روح لدكتور. لو مش لاقي دكتور تغذيه قريب منك ودول قليلين بالمناسبه مش كتار اللي هو طبيب بشري بتاع تغذيه روح لدكتور عادي. بس دكتور بلاش اخد معلومه من بلوجرز بلاش اخد معلومه من حد. اكيد صح. الكيس سهله جدا ببساطه. هي منعت الاكل او قللته جدا. انا منعت الاكل وقللته جدا جسمي خايف فمش هيحرق. ببساطة أنا خوفته. واحد فقير مرتبه ضعيف جدا مش هيشتري ولا هيتفسح هيحافظ على فلوسه. طب واحد دخله كبير هيصرف. صحيح. نفس القصة أنت بتخوفي جسمك لأن الثقافة اللي عند معظم الناس أنك ما تاكلش أنك تمنع الأكل. وصل الكلام في القصة دي إلى نظام أنا بسميه الأنظمة المتطرفة في الدايت. اللي فيها منع وحرمان. منع تام ده غلط. هيحصل العكس تماما. إحنا مش عايزين العكس. جميل. طيب سؤال بقى مهم عن العادات الغذائية الغلط. يعني في ناس تلاقيها بعد بتقولك الغداء أنا لازم أحلي. فتضرب ما شاء الله بسبوسة كنافة أي حاجة حلوة كده ماشية. فاكهة موجودة. في ناس تقولك لا أنا هشرب كوباية شاي بقى إيه تظبط كده الدماغ بعد الغداء. هل ده صح؟ او ايه الصح وايه الغلط؟ زي ما حضرتك تفضلت قلتي بيحبوا يحلوا بيحبوا ياكلوا كذا بعد الاكل. هو بيحب هو مش جعان. ده انت هتلاقي تعود. كمان المشكله ان هو شبع لاخره وساعات هو بياكل هسيب حته بس عشان اعرف اكل الحلو. طبعا غلط. الفاكهه حتى في القران هي موجوده قبل الاكل. يعني المفروض اخد الفاكهه قبل ما اكل. عشان كده دايما نقول افطر وخد تصبيره فاكهه واتغدى مش بعد. انما الناس اللي مش قادره وعايزه تاكل سكريات وده خارج الدايت وما بشجعوش الزقوا في الاكل. ليه؟ اصل السكر اللي انت هتاكله هيرفع انسولينك والاكل اللي انت اكلته اكيد فيه شويه دهون هتساعدك توطي انسولينك. انما القاعده انت بتعمل دايت ولا مش بتعمل؟ انت عايز تخس ولا عايز تدخل؟ لان كل الناس دي ليها نفس الطلبات بس انت مين في دول؟ عشان كل واحد في دول ليه وصفته. صحيح. وليه طريقته في الاكل. انما مش ينفع نعممها في المطلق. انما هو الصح ان الفاكهه تبقى قبل الاكل مش بعد الاكل. والحلويات اذا انت مضطر فالزقها في الاكل بس انا ما انصحش بكده. ليه هلزقها؟ عشان سبب علمي عشان الانسولين بس لما يعلى دهونك اللي انت اكلتها تحاول تخفض الانسولين. ولكن دي حاجه مش كويسه لانك بتاخده بعد وجبه تقيله انت كلت لما شبعت وبتضغط على نفسك تاني وبتاكل تاني فكميات رهيبه. والشاي عشان ده الشاي مهم. الشاي فيه ميزه وعيب. الميزه ان هو بيقلل التصاق الكوليسترول بالاوعيه الدمويه بتاعتنا. عشان كده تلاقي الجماعه الصعايده اخواتنا لما بيشربوا الشاي الحبر التقيل ده نادرا لما تلاقي عندهم كوليسترول. انما تلاقي عندهم انيميا. لان المشروبات دي بيكسر الحديد اللي في الاكل كله. طب لو انا عايز اشرب ومش عايز اتاذي نفصل ابعدوا عن الاكل ساعه ونص ساعتين. ساعه ونص ساعتين. جميل كده. طيب بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الفاكهه لاحظنا كده دكتور ان تلاقي بعض الفاكهه الموز الفراوله اي نوع من الفاكهه تلاقي فيه ستيكر كده محطوط عليه فيه ارقام او حاجه. يعني حتى برضو انا افتكرت برضو ازايز المايه بتلاقي فيها الغطا بالوان مختلفه تلاقي ازرق لبني ابيض بيبقى على حسب. فايه الدلاله بقى بتاعه الارقام والستيكر الموجوده على الفاكهه دي يعني وايه الالوان ده ليه دلاله معينه بس سريعا بقى استاذ حضرتك. ده مهم جدا جدا. احنا الناس للاسف ما بيقروش. انت بتنقي التفاحه حلوه بتحطيها في الباسكت بتاعتك او في الكيس. لا احنا بنقول ايه بنقول في اتحاد دولي لمعايير الاغذيه دي بيحطوا ارقام والارقام دي
دوليا، يعني تلاقي الرقم اللي في مصر هو اللي في امريكا هو رقم دولي. الارقام دي باختصار شديد جدا بتاعه الفواكه، تفاحه، موز، اي حاجه، يا اما تلاقي اربع ارقام يا اما تلاقيه خمس ارقام. طب الارقام دي اصلا بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو الحجم بتاع التفاحه مثلا كبير ولا صغير. ايوه. بيقول لي هي نوعها ايه، هي تفاحه ولا برتقانيه، نوع النوع التفاحه دي هو تفاح اخضر ولا احمر ولا اصفر، طريقه الانتاج هي انتجت بسماد عضوي مش عضوي، متهرمنه مش متهرمنه، كل ده مكتوب في الارقام. طب انا لما اجي اشتري اشتري ازاي؟ بص على الارقام، لقيتهم اربع ارقام ولا خمس ارقام؟ لقيتهم اربع ارقام يبقى دي فاكهه مزروعه بالطريقه التقليديه في الارض الطبيعيه العاديه ومحطوط لها مبيدات حشريه عاديه زي اللي موجوده في كل الدنيا. تمام. طب لو لقيتهم خمس ارقام، بص على اول رقم لقيته تسعه، يبقى ده سماد عضوي، فاكهه عضويه، وهتلاقي اغلى واحده فيهم ده عضوي، ما لهوش اي حاجه كيماويه. طب لو لقيت اوله 8 ده معدل وراثيا، ده متهرمن، عشان كده الاسعار بتاعتها هتلاقيها مش طبقا للشكل، هتلاقيها طبقا للرقم. تمام. يعني ناخد يا اما الاربع ارقام، يا رقم واحد اللي معاه فلوس، يا اما اربعه، خلي اخر حاجه 8 دي، نخلي اخر حاجه 8. ازايز الميه ولا خلاص؟ طب سريعا سريعا ازايز الميه، هتلاقي ازايز الميه في ازازه غطاها ابيض وغطاها ازرق وغطاها نبيتي وغطاها اسود وغطاها احمر، غطيان كل الغطيان. تمام. ده ليها مدلول. الغطا الابيض ده هي عباره عن ميه شبه ميه الحنفيه بس متعالجه، يعني انا شلت منها المعادن وشلت منها الحاجات الوحشه وعبيتها لك. احسن لون الازرق. الازرق ماشي، دي ميه معدنيه. كمان الاخضر شويه بس احنا معدناها، يعني حطينا لها معادن. بعد كده الالوان التانية دكتور، يعني انا بجد بزعل والله. انا بزعل من بدايه الحلقه لان انا عارفه انها هتخلص من غير ما يعني في حاجات كتير بنبقى محتاجين نكملها مع حضرتك، بس ان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية متجدده مع حضرتك. دكتور عماد فهمي بشكرك جدا على لقائك. بشكركم مشاهدينا الكرام، وباذن الله بكره يتجدد اللقاء. دمتم في رعايه الله.